ويحط لهم عصر الشتر. من الآن شهر 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 سبع شهور بمعنى يا شباب. زميلك اللي بره في الكليات منتظر منك كتير. فخلي قراراتك قرارات مدروسه تنبع من زملائك، ليس اتحاد طلاب بل طلاب الجامعه جميعا، طالبات وطلاب، حتى نرهب بجامعه سوهاج الفتيه. بارك الله فيكم. اشكر الساده زملاء اعضاء اللجنه، استاذ الدكتور صباح صابر، استاذ الدكتور امام البرعي، استاذ الدكتور احمد فتحي، الاستاذ مدير الفرع طارق المتابعه، استاذ مصطفى، حضراتهم تابعونا وحضروا معنا، ايضا الزملاء في رعايه الشباب المركزيه المتمثلين في الدكتور علي جعفر، استاذ رشاد، استاذ محمود، استاذ احمد، استاذ